اسم ديت لجانو انا من دانيال خشابه راب شينا ميكرو دانيال دخي كم خزت لا اها ما سمرخ لا تريننج ين ورك شوب ين دور تاتي لو استلسيت ادرانا من اوتورايت لا تخومه دخي كم خزت لا تخ علي بنومت ان لخ جواصر والله رابا بسمت سبايو ورا دخلت طلبخ من نهر كنت بنت توذينا خدورات خراب سنيك خلانا مديان يعني قناه له خمن دي شكل خم يعني خكنه ثام ست ماس بلخت الا جوش الا اتي ان خران اختي لتيوي كي ترابه مديانه قنالا وراب سنيخ ولا مديانه واي بسي مراب مخمري خي خيتا اخوال اخو بصريات اس نقواثه قاعده هذا لا ابد شو مني بسي مراب شلون مالو هلا بشين راب شين ما صمديت لقانو انا ايون ويانا الان زي راب شينا مري ويانا دخل كم خلص لقاها دورتها كم لبيه سيت عدران دا عطراي وعطراي تلات خومة قالي اخو اختو اخ عليمة بنيوم تنلخها بتمودي واوا موش كلوخ مو كنيلوخ منا بالا كدورة ان اتقم يوي لأيو خم دي رابس باي مصوت لي باس دخيا مصادقة ين مدافع دختون دفاع يعني بطريقة سلمية قطنا شي ما صي بيخلا ومن دي فايد لن مثلا بيخطو دخ مدافع عن حقوق دين خنكا شراي بطريقة سلمية ومن دي رابا فايد لن قم يقول لن دورات مفيدة الصراحة واسلوب الترابي رابا سباي واش قل مديان رابا فديلا قا كاتحاد ينقى مديان خيانة كم دفاع سنيكيتو أخذ خد دورياث أختو خ ليمن بالخ رابا سنيك أخذ خد دورياثه وسنخ اللي بجزود يعني سبخ سنيك ديت الدفاع عن حقوق دين كأقلية أو كمندي سبو خال لغضة حقوق دين مودي لي بس ما صخ يدخلهم خلال دنا دورات ومزي دخله معلوم ثوالي أخو بصرياثة ينخك مستق واثق ده هاي دورته بصرياثة والله ننخشى وإثوى بس يعني طلب من خرواثة يعني المديانة مزي دي عدد دي قد أبهني لي بيلا أنا مديانة وقد هاي مهيرانة قال نقو مدافع نقو مديانة يخسني قال لي مستقبلا روح بسم الله مرحبا أستاذ أهلا وسهلا تقدر تعرف لنا بنفسك ودورك هنا شو؟ أنا خضر دوملي مدرب ومستشار تدريبي في مركز دراسات السلام في جامعة دهوك. كان دوري اليوم ويوم أمس لمدة يومين تدريب الشباب على حملات المدافعة والمناصرة واللوبي وجماعات الضغط لضمان حقوق الأقليات وخاصة للشباب الآشوريين اليوم. كان دوري أيضا أنه إرشادهم وتدريبهم في كيفية اختيار القضايا المهمة التي يعرفون كيف يقومون بالعمل عليها وتنفيذ حملات المدافعة إلى جانب مجموعة من تطوير المهارات الخاصة بالعمل والتنسيق والتعاون. كيف شفت الشباب من خلال اليومين بالدورة؟ كيف شفتهم متجاوبين يستفادون من عدها ولا بعد يعني؟ حقيقة أنا شفت تجاوب جدا كبير من الشباب مع مواضيع الدورة والتمرينات والتطبيقات اللي بالورشة وشفت اهتمامهم بها ولاحظت أن هناك يعانون حقيقة من فراغ معرفي كبير في هذا المجال ولذلك اكتشفت أن هناك ضرورة لتنفيذ مجموعة دورات وفعاليات أخرى لهؤلاء الشباب حتى يستمرون تدريجيا يكون فريق ناجح وفريق متكامل بحاجة إلى مهارات الحوار والتواصل الاجتماعي فيما بينهم ومع الآخرين بحاجة إلى مهارات كيفية استخدام السوشيال ميديا باعتبار كلهم شباب يجب أن يعرفوا أن يستخدموا السوشيال ميديا بشكل صحيح لأنهم يعيشون في مجتمع بحاجة إلى المبادرات المدنية أيضا بحاجة إلى تدريبات خاصة على المبادرات المدنية هاي الأمور لاحظتها وكانت جزء من مطالبهم في الورشة أيضا اكتشفت أنه هؤلاء الشباب بحاجة إلى الانفتاح على المجتمعات الأخرى عمل دورات فعاليات نشاطات خارج مجتمعهم زيارات إلى المواقع الأثرية المواقع السياحية حتى يكون على تماس بالقضايا مالته وأعتقد إذا كان هناك رغبة ورؤية ممكن تطوير هؤلاء الشباب يكونوا نواة جيدة لفريق طوعي لفريق مدافعة لفريق حملات مدنية في المنطقة يعمل على المدى الطويل بالدورة هاي أستاذ يعني شفت نواقص اللي نظمتها الدورة هي Assyrian Aid Society الجمعية الأشورية الخيرية زائدا أشوريين بلا حدود شنو مثلا نقدر نقول النقاط اللي أنت لازم تعدل أو هالفراغات ما تكون بالدورات الجاية عن سؤال جدا مهم أحكيها بصراحة كان عدد الأيام الدورة قليل كان مفروض كل دورة على الأقل تكون 3 أيام بوقع 6 ساعات تدريبي باليوم
حاولنا يومين انه نضغط مال 3 ايام لكن لذلك التطبيق. ايضا كان العدد شويه زياده، يعني اكو بعض الناس فقط رقميا موجودين، يجوز في الدورات الاخرى سيفرز حتى نجيب الناس المهتمين، لكن بشكل عام الجمعيه والاجواء كانت وفروها والمكان والمستلزمات بشكل جيد. توصيه اخيره وجدا مهمه للجمعيه الاشوريه الخيريه انه يستمروا مع هؤلاء حتى يكونوا فريق متواصل مستقبلي. شكرا جزيلا استاذ. اهلا وسهلا بكم ونتمنى لكم الموفقيه في خطواتكم. شلام الو شين رابي مضيت لقانو انا نماريو سويتر من خيان سيميلي راب شينا موري ميكرومونيز مغزلوخ من ده دور تتقم لبيه سيت ادران دات راي وات راي ثلاث خو ما قال اخو اخ عليمد بنهم تلخ بنيت نهضرة قابوت ماس خمرخ زدقت امتن ين دخيت ماس شكلتها قوثوخ قدها دورتها مغزلوخ مكنيلوخ من هل بطاها دورتها يورا بس باي قالن قام مزيت معلومات ديان شباب أخدي وأخد بناتها ديان أخ شباب عمري سنيق للدن دورياتها سب هل ديا لخ ملي موخن من دن معلومات مع الأسف تاريخ ديان بالضبط لا يدخل لا يدخ دخ أوضخ مدافع الحقوق لا يدخ دخ أوضخ خمندي ما خطة المدروسة بس قانوني لا مواجهة لا معركة لا انتقاد يعني قنيلو خكمة من ديانا مخم قادة دورتها يعني هل بد آي مخمر رابي خضر دوملي يا مرتريو مان الليلة مليانة قد مالنا موخ أم قوما إينا بشكل تخا إشتي من المشوي مما خا خطاب عم ديا متش ما دورتها بهاويلوخ خدش توعي قموخ قد دخ بانت لا مدافع ديوخ شغل حقوخ يعني إن شاء الله مريب هاو دوريا ثخينة يعني سنيقيتو بيتو دوريا ثخينة إن هاوي أخني سنيقي أخ كل دانا كمان هاوي أخني بهاوخ لخا مو بصرياثة يعني استقواثة إثوى قداها دورتها يعني لا من شوبا من ديانا خياني مخلطة يعني رابي لوي سباي ممطي والأخو يعني ملوء هل بات من دي قمايا هاو بسم طرابة سعة عذرانا أن تريماني ليل مقصرتها وقم دانا دورياثة خياني ليل مقصرتها لا من زلتة الثيثة لا من إخالة لا من رابي خضر دوملي لا من كله ذي البلاغ قدام شولا هو بس مترابة السريان without words لم قصر قدام شولا وهالبات هو بس مترابة مدري سبت درانا مسيمة شلام علوك رابب شينا ماست مديت لقانو أنا شمي فادي منتصر من سامي فادي دخي كم خزت لقاها دورتها من جيبت سيت عدران تأطرايا جمعية العشورية الخيرية وعشورين بلا حدود أطرايا ثلاث خوم إد كم وذيلك عليه أخو أخت وأخ شباب أخ عليمة مش كل أخو استفادة يعني كنيل أخو من نادية سنين كنت أدخل دورياتها والله خني راب سنين أدخل دورياتها على متهم مثلا توعية شباب وزيادة الثقافة والمعلومات والأفكار أخني الشباب سنين أدخل دورات لأن بحاجة دن دورات لأن على مثقف أخ من قانن أو ذا قائمة الدين بنخله استاذ خضر دخيبة منه ممطويل لمادة وفكر اللي أخو يعني ممطويل مختمرة ملوءة راب سباي عليه استاذ خضر راب سباي وعليه يعني كم يعني قم موضق يعني دورة قانون يعني ما اسلوب دي رابص وايد دخي مثل سالس عافية مثلا يعني او مثلا دخي مثلا شديت خولة ومربتله مثلا خالك بقود لمارح جاو مثلا هاو جدي يعني يعني معلومة ممطلقة لخ اسهل طريقة اثوى نواقص مثلا دورة من اللوجستية ومن ديانة لخة من منظمين نواقص بصرياثة استقواثة اثوى لخة قداها دورتها خلال دنة ريوماني يعني زي الأخوات خمين لا تشو نقص الثوال أخني شوي بيق أمر أخوي بالسيم رابقة لجنة الجمعية الخيرية وآشورين بلا حدود لأن أخني الشباب سنأخذ خدورات وإن شاء الله يعني بيق بعد دورات عن توعية توعية الشباب وعن المثقفين من قناعين رابط شينا له